اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي، وانا اتعمدت النهارده اعمل مقليات. كلنا بنيجي عند المقليات يا اما شربانه زيت مننا يا اما الخلطه تفك في قلب الزيت ويحصل معانا موقف كده واحنا بنقلي مثلا الارنبيط. النهارده الارنبيط اكله مصريه مشهور بيها الريف المصري والصعيد المصري في المقلي بالذات. الخلطه بيبقى فيها بيض، فيها نشا، فيها دقيق، في اقاويل كتيره عن المقلي بتاع الارنبيط بالذات. معانا الارنبيط من خير ارضنا زي الفل، هنعمله النهارده مقلي بخلطه بوغازيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي واديكم الاسرار اللطيفه السهله اللي يخلي لك الارنبيط كريسبي كده وكرانش تحس بيه بالقرمشه وانت بتاكليه. حلو الكلام؟ معانا النهارده كمان كانينولي لطيف، العجينه الجاهزه اللي في السوبر ماركت زي اللازانيا زي المكرونه، هنعملها النهارده محشيه لحمه مفرومه وجبنه موزاريلا. الاطفال بيحبوا الحاجات دي على فكره، وبتتقدم في كسروله لطيفه وتبقى الحلوه. ممكن نحشيها خضار، نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها سي فود زي ما احنا عايزين. انا النهارده هعملها باللحمه المفرومه مع الوايت صوص والموزاريلا، هتبقى لطيفه وجميله. ولكن الحلو بتاع النهارده نقدر نقول واخد البصمه الشاميه السوريه، مشهور جدا في الريف السوري او الريف الشامي، اللي هي الاكله مشهوره جدا اسمها حلاوه الجبنه. ولكن احنا مش هنعمل حلاوه الجبنه، هنعمل حاجه اسمها المدلوقه او المعجوقه. المعجوقه او المدلوقه ده المسمى بتاعها في الريف الشامي، دي عباره عن سميد ناعم وقشطه وشربات. هتتعمل ازاي؟ لها تفاصيل بسيطة وسهلة، شوفوا نعملها مع بعض ازاي، هتعجبكم ان شاء الله. وميزة الحلو ده بتتحكمي في السكريات بتاعته لانه بيتعمل من السميد والقشطة. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقاتي فيها تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار قلي الارنبيط في الزيت بدون ما يشرب زيت، يعني صحي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الكانينولي باللحمه المفرومه. المقادير على الشاشه، احنا منتظرين الارنبيط اهوت، هنصفيه ويبرد معانا ونبدا نشتغل فيه في اخر الحلقه، نقليه في قلب الزيت وشكرا. مقادير الكانينولي لحمه مفرومه وكانينولي جاهز من السوبر ماركت بيتباع جاهز في علب، وجبنه موزاريلا وصوص طماطم ومعجون طماطم وبصل وتوم. تعالوا نعصج اللحمه شويه مع بعض. عينيا زي الفل، خلونا نصفي الارنبيط على ما نشوف المقادير على الشاشه. يستغل وقتنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا هو ده والله الريحه بتاعته. حلوه المقادير على الشاشه، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، شكل الكانينولي بيفرح على الشاشه. إذا هو شكله حلو كده على الشاشة قبل ما نحشيه، أمال بعد الحشو إيه يا مغازي؟ أهو الأرنبيط بتاعنا كده شلناه من المية المغلية. بص على الأرنبيط كده أهو أهو، ده بقى المفروض يتحط في التلاجة شوية زي الفل كده. ده الأرنبيط بعد ما خد غلوة على النار، مفيش ريحة أرنبيط خالص، ولكن الطعم طعم أرنبيط. الريحة اللي هي ممكن يعني الريحة تضايقنا مثلا أرنبيط كرنب مش موجودة، لأن أنا حاطط كمون وحاطط ليمون وحاطط خل. أشيله كده على جنب أسيبه يبرد شوية. أهو حلو الكلام؟ أهو زي الفل، خد كده الارنبيط طلع من النار. تعالوا نعصج اللحمه كده واحنا شغالين مع بعض. عصجها معلقتين من زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زيت زيتون، بصل ناعم زي الفل، لحمه مفرومه، دانيا وكندوز، يعني مش لازم اي نوع لحمه مفرومه، ممكن تحشيها فراخ على فكره بدل اللحمه المفرومه فراخ، ممكن تحشيها سي فود. شويه جمبري مع شويه سبيط كده يبقوا حلوين زي الفل. نقلب اللحمه دي كده. اللحمه تاخد لون مع البهارات بتاعتنا. ريحه البصله توجع لك عينك، تعملي ايه؟ تحطي شويه زعتر حلوين كده على اللحمه وهي بتتعصج. شويه فليفله حلوه على اللحمه وهي بتتعصج. شوية ملح وشوية فلفل على اللحمة وهي بتتعصج. الطعم ده بين ايدك كده، من بين أصابع ايدك العشرة. سيبك من مكسبات الطعم اللي احنا بنستخدمها. حلو قوي حلو قوي. دقيق ونشا قد ايه ده؟ قد ايه يا شيف؟ للاتنين كيلو أرنبيط بنحط أربع معالق من الدقيق، معلقتين نشا يا ست الكل، اتنين بيضة،
وشويه بهارات ملح وفلفل، شويه هريسه حمراء، شويه بابريكا زي ما انت حابه، وكزبره خضراء وبهارات. هي دي المقادير ببساطه خالص. وبعدين تحط الارنبيط بعد ما يتسلق زي ما انا اشتغلت فيه دلوقتي، تسيبه يبرد شويه، وفي الاخر هنحطه في الخلطه دي يا عم الشيف وينزل في قلب الزيت. بس في تركايه هعملها قبل ما احط الارنبيط في الخلطه، مش هقول عليها دلوقتي خالص غير وانا باجي اعملها حالا. بس انا بحب اعصج اللحمه كده وتبقى ايه مهروسه بالشكل ده كده نص سوا تقريبا. حطيت البهارات ملح وفلفل على اللحمه المفرومه. هنجيب الكاسرولة بتاعتنا الجميله على طول واحنا على مع بعض. اللهم صل على النبي. اهي عشان ادخلها الفرن اهي، خليها هنا زي الفل. اللهم صل على النبي، خليها كده عينيه اهي كده تمام. معانا صوص طماطم يا عم الشيف متعتق وزي الفل. صوص طماطم ناخد كده طماطم، عصير طماطم، طماطم مبشوره، معلقتين من معجون الطماطم بالشكل ده كده، ويكون خفيف كده ونتبلهم بالملح والفلفل، شويه جوز الطيب حلوين بالشكل ده كده دي صوص الطماطم بتاعنا بالشكل ده زي الفل. لما تجيب الكانولي ده من اي سوبر ماركت موجود اسعاره مختلفه، العلبه زيه زي المكرونه اللازانيا، هي نفس عجينه اللازانيا، بس اللازانيا طبعا شرايح ودي ملفوفه رولز زي ما حضراتكم شايفينها وادي اللحمه بتاعتي اتعصجت نص سوا كده على النار، وخدت البهارات بتاعتها والبصله المتحمره مع الفص الثوم مع الملح والفلفل بالشكل ده كده زي الفل. باخدها في كاسرولة كده عشان تبرد معايا، وحش الكانولي ده يا عم الشيف من الحشوه دي واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي، ادي الحشوه اهي حلو قوي. سؤال دلوقتي من على السوشيال ميديا، طب ايه رايك يا استاذ رحاب نقول مين اللي بيسال؟ يعني بقى حلو كده الناس حتى تتابع معانا ونشجعها ان احنا بنقول اسمها الاستاذه امل على من خلال السوشيال ميديا بتسال اعمل ايه لما اغسل الفراخ علشان ما اشمش ريحه زفاره؟ تسمعي كلامي، اول حاجه بنشيل ظهر الفرخه زي ما اتفقنا مع بعض. تاني حاجه بتغسلي الفراخ بمعلقه من الخل وعصره ليمون، ولو عندك برتقال بتجيبي ليمون وبرتقال كده تضربوه في قلب الخلاط زي الفل، وتغسلي تنقعي الفراخ شويه في الخلطه دي يا ست الكل، وبعدين تصفيها كويس وتتبليها التتبيله اللي انت حباها، يا اما انك انت تشويها بالزبادي او انك انت تشويها بالزبده والليمون او زيت الزيتون والليمون. انا طبعا بحشي الكانولي بالشكل ده كده شايفين ده حد بقى يقول لي الشيف المغازي ما سواش اللحمه ليه سوى كامل؟ اللي هيقول لي على الاجابه بتاعت السؤال ده بجد انا هشجعه واعمل له الاكله اللي نفسه فيها، والله العظيم بجد. اللحمه هنا متعصجه معايا نص سوى مش تسويه كامله يعني بس حد يقول لي ليه ما سويتهاش تسويه كامله؟ زي كانك مثلا بتحشي مثلا محشي، بتعمل كانولي عجينه، الحاجات دي كلها زي ما انا بحشي كده هجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. ليه الشيف المغازي ما سواش اللحمه تسويه كامله لحشوه الكانولي الجاهز اللي بنشتريه من السوبر ماركت؟ الاجابه على السؤال بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك، بنحشي الكانولي لحمه مفرومه متعصجه نص سوى، والاجابه على السؤال دلوقتي حالا طبعا. وانا في الفاصل معايا فريق الكنترول وفريق العمل، الكل منهم جاوب اجابات مختلفه، ولكن للامانه محدش وصل للاجابه الصح. الاجابه الصح بتقول ايه يا شيف مغازي؟ التسويه نص سوى بيثبت الحشوه جوه الكانولي، لان الكانولي ده هيغلي دلوقتي في صوص طماطم هنحطه دلوقتي مع بعض،
وندخلها الفرن كده ونغطيها بالشكل ده كده. وبعد ما تغلي الحشوة لو مستوية جامد متعصجة عادي، بنعمل رواقة مثلا ولا أي حاجة، هتلاقي الحشوة طلعت من قلب المكرونة، فهنا بتكمل سواها مع المكرونة وتسوية المكرونة، بتفتحها بعد كده بتلاقي الحشوة ثابتة جوه حبات الكانولي. هنحط صوص طماطم عليها كده وندخلها الفرن. سؤال جانا دلوقتي من على السوشيال ميديا، قال لك هي عجينه الكانولي هي نفس عجينه الكريب؟ لا خالص، دي عجينه وده عجينه، ده كانولي جاهز نفس خلطه العجينه بتاعه المكرونه او اللازانيا الاسباجيتي، هي واحد. اما عجينه الكانولي العاديه بتتعمل من دقيق وبيض طبعا، بتحط لها معلقه سميد حلوه كده عشان تبقى العجينه حلوه، وفي الاخر بنعمل لنا 20 30 واحده، بتتعمل بحليب او بنص حليب ونص ميه زي ما احنا عايزين. نمسح الكسروله كده من الاطراف عشان الحاجه اللي بنمسحها دلوقتي ما ينفعش نمسحها بعد ما تطلع من الفرن، الازاز بالذات اللي بيخش الفرن بالشكل ده كده، وندخلها الفرن يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. مش هنحط الجبنه دلوقتي، لا الجبنه بعد الكانولي ما يستوي. خالص الجبنه ما تتحطش دلوقتي خالص، اهي في قلب الفرن. يلا باي باي، نقفل. يلا حلو قوي، تعالوا مع بعض نعمل خلطة القرنبيط. عملناها، نطلع الكانولي من النار بسرعة. حاضر يا فندم، اهو خلاص خلصت. الكانولي بتاعنا استوى بسرعة. اللهم صل على النبي. كانولي باللحمة المفرومة استوى يا شيف، استوى. اللهم صل على النبي. هنحط على وشه الجبنة الموزاريلا، هتسيح على طول لأن الكانولي سخن جاهز. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.